السلام عليكم أصدقائي. من المؤكد أننا جميعا نعرف معظم الأشخاص الموجودة في قائمة أغنى 10 أشخاص بالعالم الآن، على سبيل المثال مارك زوكربيرغ مؤسس الفيسبوك، بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، وجيف بيزوس مؤسس موقع أمازون. وقد اعتدنا جميعا على رؤية ثروات هؤلاء الناس، ولكن ما هو غريب حقا أن تجد حيوانات ثرية جدا. نعم، هناك حيوانات يمتلكون ثروة كبيرة تجعل كل شخص يحقد عليهم كثيرا. هل تريد أن تتعرف عليهم وعلى ثروتهم؟ حسنا، هيا بنا نتعرف عليهم. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تضغط إعجاب على الفيديو وأن تتابع قناتنا وتفعل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. فلنبدأ. غونتر الرابع. يسمى هذا الكلب الألماني باسم غونتر الرابع، وهو يعد رسميا أغنى كلب بالعالم. يعيش هذا الكلب في قصر كبير جدا مليء بالخدم المخصصين لرعايته فقط، وهو يمتلك ثروة كبيرة جدا تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، وهذا بالتأكيد رقم يجعلنا جميعا نشعر بالحقد من مجرد كلب. ولكن ما هو السر الذي جعل كلبا عاديا مثل هذا أن يصبح مليونيرا؟ حصل هذا الكلب على تلك الثروة الطائلة في عام 1992، عندما قررت الكونتيسة الألمانية أن تترك له ثروتها بالكامل، وقد كان يعيش حياة رفاهية لا يمكن تخيلها. وفي هذا الوقت انتشر الخبر بين الناس لدرجة عدم تصديقهم له، وظنوا أنها مجرد حكاية خيالية ليس إلا. وهو الآن يعيش في فيلا بألمانيا يصل ثمنها إلى 7.5 مليون دولار أمريكي، كما أنه يمتلك منزلا في كل من إيطاليا وجزر الباهاماز. ويتنقل غونتر في المدينة من خلال سيارته البي أم دبليو ليذهب إلى أغلى المطاعم وأغلى المنتجعات الصحية وصالات الألعاب الرياضية من أجل أن يحافظ على رشاقته. ومن المفترض أن تكون ثروة غونتر تقل على مدار السنين، إلا أنها قد زادت نتيجة لوجود فريق كامل يعمل على زيادتها حتى وصلت إلى 350 مليون دولار أمريكي. بابلز. عندما تكون القرد المحبب لدى الفنان العالمي مايكل جاكسون، من المؤكد أنك ستتخيله بأشياء غير عادية مثل مالكه. فقد ترك له ملك البوب ثروة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، ويرجع سر حبه إلى هذا القرد أنه قد أنقذه عام 1985 من إحدى معامل التجارب الموجودة في تكساس. ومنذ تلك اللحظة يتعامل مايكل جاكسون مع قرده على أنه فرد من العائلة، لدرجة أنه علمه كل شيء حتى الغناء مثل مايكل جاكسون. وكانت الصحافة دائما ما ترصد القرد وهو جالس على طاولة الطعام التي يأكل منها جاكسون، وصرح لهم أيضا أنه ينام بجانبه في المنزل. وبعد موت مايكل جاكسون أراد الكثيرون أن يعتنوا بالقرد نظرا لثرائه الكبير بالتأكيد، وأراد أحد مخرجين السينما في هوليوود أن ينتج له فيلما عن قصة حياته وكيفية وصوله إلى هذه المكانة وإلى هذا الثراء. تينكر. تشبه القصة الأصلية لهذه القطة التي كانت مشردة للقصص الحزينة والمأساوية التي تنتهي نهاية سعيدة. كانت تينكر تتجول في شوارع لندن من أجل البحث عن الطعام والبحث عن مأوى تنام فيه آمنة، حينما تقابلت مع امرأة كبيرة في السن عطوفة جدا. ولم تكن تلك المرأة عطوفة فقط، بل أنها كانت غنية جدا وتمتلك ثروة طائلة. أخذت هذه السيدة العجوز هذه القطة لتعيش معها طوال الوقت ولترعاها رعاية كاملة. ولكن القطة تينكر لم تكن تتوقع أنه بعد وفاة تلك السيدة ستصبح من الأثرياء، بسبب أن السيدة العجوز تركت اسمها في الوصية لتمتلك كل شيء كانت تملكه. وبهذا تحولت القطة تينكر من القطة الحزينة الفقيرة إلى أسعد وأثرى قطط العالم. وصل المبلغ المودع لها في البنوك حوالي 160 ألف دولار، هذا إلى جانب القصر الخاص بها والذي يصل ثمنه إلى 3 مليون دولار أمريكي. وقد حاول الكثيرون أن يستولوا على ثروة القطة، ولكن السلطات الرقيبة على أموالها وحساباتها وقصرها لم تسمح لأحد أن يستولي على قصرها أو أي من أموالها. ترابل. أطلقت السيدة التي كانت تدعى ليونا هيلمس والمالكة لهذا الكلب الوديع عليه اسم ترابل، وبعد وفاة تلك السيدة
تركت للكلب ثروة تتعدى 12 مليون دولار أمريكي. عندما سمع أقارب هذه السيدة المتوفاة هذا الخبر غضبوا كثيرا وشعروا بأنهم خسروا كل شيء، لأنه كان من المتوقع أن يرث الأقارب كل تلك الأموال. لذا قاموا برفع دعاوى قضائية يتهمون فيها السيدة ليونا بالاختلال العقلي الذي دفعها إلى ترك أموالها لهذا الكلب. وقد شعر القاضي بالمنطقة في دعواهم، لذا ترك 2 مليون دولار للكلب فقط ومنحهم بقية الثروة. بالرغم مما حدث، ما زال الكلب يمتلك قدرا كبيرا من المال يمكنه من العيش في ثراء تام. وقد كانت نفقات الكلب السنوية تتعدى 100,000 دولار، لأنه كان يعيش حياة مليئة بالرفاهية والاستمتاع. وفي شهر ديسمبر عام 2010 توفيت رابل وترك الثروة إلى الورثة المجهولين. جيجو. لا ينحصر الثراء على الكلاب والقطط فقط، بل يمكن أن يكون هذا الحيوان دجاجة أيضا. تعتبر هذه الدجاجة مليونيرة. كانت هذه الدجاجة تحت رعاية زوجان أثرياء جدا، ولكن الله سبحانه لم يرزقهما بالأطفال. بعد وفاتهما أصبحا أضحوكة للعالم بأكمله، لأنهما تركا معظم ثروتهم للمؤسسات الخيرية. هذا بالإضافة إلى منح الدجاجة جيجو المفضلة عندهم 10 مليون دولار أمريكي، ولذلك لعشقهم الكبير لتلك الدجاجة. حتى الآن لم يتم التعرف على كيفية إنفاق هذه الدجاجة لثروتها الكبيرة، ولكن بشكل عام أصبحت الدجاجة جيجو أغنى دجاجة في العالم وموضوعة في قائمة أغنى الحيوانات بالعالم. كونشيتا. أطلقت المجلات العالمية على هذا الكلب لقب أكثر الكلاب المدللة حول العالم، وهذا أمر طبيعي لأن السيدة التي كانت ترعاه كانت تعشقه جدا ولا تمتلك غيره في هذه الدنيا، لذا فقد كانت تمتعه وترفهه طوال حياتها. أرادت هذه السيدة أن تحافظ له على تلك الرفاهية حتى بعد مماتها، لذلك وجدوا في وصيتها أنها تركت قصرها بالكامل لهذا الكلب لكي يعيش فيه ويمتلكه. والجدير بالذكر أن هذا القصر يصل ثمنه إلى 8 ملايين دولار أمريكي. أظن أنك الآن يمكنك تخيل مدى ثروة هذا الكلب وثرائه. وأكثر ما يدهشني في هذا الأمر أن تلك الحيوانات لا يعرفون ما مدى ثرائهم. كالو. تمتلك السيدة بارتيشا هذا الشمبانزي الذي يعد من أغنى الحيوانات بالعالم. كانت هذه السيدة تعيش حياتها بأكملها مع هذا الشمبانزي وحدهم دون أن يهتم بها أو يرعاها أي أحد غيره. حتى بعدما تزوجت كان زوجها يهجرها دائما ليذهب إلى الأولمبياد لأنه كان رياضيا. لذا قررت السيدة بارتيشا أن تترك ثروتها بالكامل لهذا الشمبانزي، وقد كانت ثروتها تقدر ب60 مليون دولار أمريكي. بونتياك. يعتبر بونتياك هو الحيوان الأليف المفضل عند المذيعة التلفزيونية الشهيرة بيتي وايت، وبالرغم من أن بيتي وايت تبلغ من العمر 90 عاما فهي تعيش حياة نشيطة ومليئة بالأحداث ولا تمكث في المنزل فقط مثلها مثل أي سيدة عجوز في عمرها. وأكثر ما تحبه في هذه الدنيا هو كلبها المخلص بونتياك الذي جعلته يلف العالم في حياتها ليستمتع بحياته. أمنت له هذه السيدة حياته بعد مماتها، إذ وضعت في حسابه بالبنك 5 مليون دولار أمريكي من أجل أن تتم رعايته على أكمل وجه بعد مماتها. لذا سعى الكثيرون إلى إرضاء الكلب بونتياك ليحصلوا على جزء من أمواله، ولكنه بالرغم من كل تلك المحاولات لم يشعر بالسعادة الكبيرة لأن خليلته وصاحبته قد ماتت. بلاكي. كان هذا الرجل يمتلك ثروة كبيرة جدا، وقد كان يحب القطط كثيرا، لذا كان يمتلك عدد كبير من القطط يصل إلى 15 قطة، ولكن لم يتبقى منهم على قيد الحياة سوى القطة بلاكي. وقد شعر هذا الرجل بأن أقاربه لا يستحقون ثروته وأمواله، لذا فقد ترك كل شيء لقطته بلاكي وتقدر ثروته حوالي 12.5 مليون جنيه استرليني. سيلفرستون. ها نحن أمام حيوان أليف مليونير آخر. هذه السلحفاة تعد من مليونيرات العالم حيث تصل ثروتها إلى 3 مليون دولار. وقد حصلت السلحفاة على ثروتها بعد وفاة مالكتها كريستينا فويل الشهيرة والثرية جدا. قررت كريستينا أن تحفظ كل أموالها التي تحصلت عليها من عملها إلى حيوانها الأليف المفضل،
وهو السلحفاة. وبالرغم من كل تلك الأموال، لا تحتاج تلك السلحفاة سوى الطعام البسيط والمكان الهادئ لتعيش في أمان. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. نراكم في فيديو قادم إن شاء الله. في أمان الله.